نقاش موضوعي وعملي لما به مصلحة البلد، مصلحة المحافظة، ومصلحة أيضا المؤسسة العسكرية، وإن شاء الله نطلع بنتائج إيجابية. طبعا التوجه الجميع اللي لمسته من خلال مناقشات الجانبية الكلهم باتجاه أن يتم تنفيذ هذا المشروع، لأنه الكل مدرك أنه في مصلحة عامة للبلد وللعراقيين بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان لقانا مع سيد وزير الدفاع بحضور سيد قائد عمليات الرافدين بالإضافة إلى السيد النائب المحافظ. كان نقاش مهم جدا للوضع الأمني في المحافظة، وكذلك ضمن مجموعة من النقاط المهمة في مطار ذي قار. والنقاش كان بحضور المختصين من يعني القيادة الجوية وأيضا من قاعة الإمام علي. هذا المطار تعتبر محافظة ذي قار مهم جدا واستراتيجي للمنطقة، وبالتالي التعامل مع هذا المطار بآلية صحيحة وبطريقة صحيحة لابد من أن ينعكس إيجابا على المنطقة بصورة عامة. بالتأكيد أيضا كان الوضع الأمني وكذلك بحضور سيد قائد عمليات إلى الدور المهم في متابعته ومراقبة هذا الوضع، ونتمنى التعاون، وأكيد هذا التعاون موجود. يحيى الناصر محافظ ذي قار. حقيقة اليوم هناك لقاء مثمر بين السيد وزير الدفاع المحترم والحكومة المحلية متمثلة بالسيد محافظ ذي قار ونائب المحافظ. أجدت هاي الحقيقة هذه اللقاءات عن الوضع الأمني المتحقق في محافظة ذي قار، بالإضافة إلى أنه بعض الأمور الإدارية المتمثلة بإنشاء منشآت حكومية أو محلية مدنية في هذه المحافظة، ولمعالي السيد الوزير كان هناك اهتمام واضح بهذه العملية. لا شيء أنه المطار يهم السلطة المدنية والسلطة العسكرية.